نتنياهو يلوح بالاستعداد لعمل عسكري قوي ضد لبنان، ووزير دفاعه يؤكد أن المفاوضات مع حماس لن توقف الهجوم على غزة. بعد إطلاق نار على السفارة الأمريكية، الجيش اللبناني ينفذ حملة مداهمات في البقاع ويوقف عددا من اللبنانيين والسوريين. الحرس الثوري يهدد إسرائيل بالانتقام لمقتل أحد مستشاريه العسكريين في سوريا ويقر بدوره في تدريب الفصائل الموالية. الحدث ترصد الدمار في سوق أم درمان، أحد أكبر وأقدم أسواق السودان. المعارك حولته إلى أطلال، وآلاف التجار فقدوا مصادر دخلهم. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية التي تمتد على مدار الساعتين القادمتين، ونبدأ هذه الساعة الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة، وهذه المرة من الزاوية اللبنانية. ومع استمرار التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وبعد يوم على اشتعال حرائق جراء صواريخها أطلقها حزب الله على شمال إسرائيل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أثناء زيارة له شمال إسرائيل أنه يجري عمل قوي ضد لبنان، مضيفا أن تل أبيب لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يؤذيها على حد تعبيره. مع استمرار الحرب نحن مصممون على استعادة الأمن في الشمال. من يظن أنه سيؤذينا وسنجلس مكتوفي الأيدي فقد أخطأ خطأ كبيرا. نحن مستعدون للقيام بعمل قوي للغاية في الشمال، بطريقة أو بأخرى سوف نعيد الأمن إلى الشمال. وفيما أحيطت زيارة نتنياهو لجهة الشمال بإجراءات أمنية مشددة، تلقى نتنياهو هجوما من الداخل، حيث قال رئيس بلدية كريات شمونة إن سكان البلدية ليس لديهم الوقت أو الصبر أو المال لممارسة سياسة رخيصة على حد قولي. وأضاف رئيس بلدية كريات شمونة أن رئيس الوزراء نتنياهو زار البلدية في جولة لإثارة الإعجاب فقط وتعزيز وضعه في حزب الليكود، مؤكدا أن نتنياهو لا يريد قيادة التغيير في كريات شمونة، وأن كل ما تفعله وتقوله الحكومة ما هو إلا مجرد تمثيل وفق تعبيره. صواريخ حزب الله طالت شمال إسرائيل اليوم أيضا، حيث أفاد مراسل الحدث بوقوع إصابة في مبنى بصاروخ في كريات شمونة شمال إسرائيل. وقررت الحكومة الإسرائيلية استدعاء 50,000 جندي احتياطي إضافي استعدادا لأي تصعيد على جبهة لبنان. ومع استمرار الحرب في قطاع غزة يرتفع بذلك عدد جنود الاحتياط الإسرائيليين إلى 350,000 جندي. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إن الجيش يقترب من نقطة حاسمة فيما يتعلق بالمواجهة مع لبنان، وأنه يجب اتخاذ إجراءات أكثر أهمية ضد حزب الله. We'll be right back.
وزير الإسرائيلي سموتريتش طالب بالسيطرة على أجزاء من لبنان لإقامة منطقة عازلة داخل الأراضي اللبنانية. وشدد سموتريتش في حديث لإذاعة كان الإسرائيلية على انتقادات لقيادة الجيش قائلا إنه يجب تفكيك لبنان وتفكيك بنيته التحتية. كما أكد الوزير الإسرائيلي رفضه القبول بأية صفقة قد تفضي إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في غزة، ومضيفا أنه يجب إعادتهم بالقضاء على قادة حماس وزيادة الضغط العسكري. من جانبه أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن المفاوضات لن توقف حرب في غزة، وأن المفاوضات ستجري تحت النار على حد تعبيره. قال مصدر لشبكة CNN إن منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة في إطار مساعي الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس وإبرام صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع. وتأتي زيارة المسؤول الأمريكي في ظل تحذيرات مصرية من استكمال اجتياح رفح. وقال موقع أكسيوس إن رئيس الوزراء القطري ومدير المخابرات المصرية اجتمع مع قادة حماس في قطر، ومن المقرر أن يجري مدير CIA مشاورات في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار. ومستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان قال أيضا إن واشنطن لا تزال تنتظر رد حركة حماس عبر الوسطاء القطريين على اقتراح وقف إطلاق النار. إلى ذلك نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم اجتماعا لقيادات أمنية مصرية وقطرية وأمريكية لبحث آليات استئناف مفاوضات الهدنة في قطاع غزة. تعرض أكثر من نصف المباني في قطاع غزة ومعظمها سكنية للضرر أو للدمار جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وذلك وفق ما أعلنته الأمم المتحدة استنادا إلى صور التقطتها الأقمار الاصطناعية التابعة للأمم المتحدة. هذا وأكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أن هناك حاجة إلى تحرك عاجل للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة. العجل المرئي الآن، هذه لقطات لباب العمود واحد من أبواب الدخول إلى القدس القديمة، والمستوطنون في حالة من الدخول إلى هذه البوابات، وطبعا هذه البوابات تؤدي إلى الأقصى، وبالتالي ربما المنطقة أو ربما هناك زاوية أخرى لاشتعال هذا المشهد للمستوطنين وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية في مدخل باب العمود للقدس البلدة القديمة بالدخول إلى الأقصى. وقد نتابع الآن إلى أين يدخلون من هذا الباب مباشرة، وسيكون قريب من المسجد الأقصى إن كان هناك هذا الاقتحام. طبعا هذه مظاهرة مرتبة مسبقا، والدليل على ذلك أن كل الذين يشاركون فيها يرتدون ملابس من نوع خاص. هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها اقتحام بهذه الطريقة إلى البلدة القديمة ومنها إلى المسجد الأقصى، وبالتالي هذه دائما كانت تأتي من دعوات من الوزراء سموتريتش وبن غفير المتشددين، والذين قادوا بأنفسهم مع بعض النواب
في الكنيسة ربما يعني اقتحامات أكثر من مرة، والكل يذكر هذا الاقتحام الذي سبق 7 أكتوبر في قطاع غزة وأشعل القطاع بشكل كبير، وحينما كان سموتريتش وبن غفير بنفسهما يقودان ومعهم عدد من الوزراء إحدى هذه المظاهرات أو هذه الجولات التي اقتحم على أثرها المسجد الأقصى، البلدة القديمة أمام باب العمود، واحد من الأبواب المنتشرة على أسوار القدس. في لحظة الدخول أو لحظة الاقتحام لا ندري، يعني لا، سنتابع لحظة بلحظة. هذه المسيرة الحقيقة هي مسيرة سنوية تأتي يوم 5 يونيو، هذا اليوم الذي احتلت فيه القدس الشرقية. يعني في هذا اليوم الأسود بالنسبة للأمة العربية، فقدت الأمة العربية الجولان في سوريا، فقدت القدس الشرقية، فقدت الضفة الغربية، وفقدت سيناء ونهر الأردن، 5 بلدان أو ربع الأمة العربية كما كانوا يقولون في هذا اليوم الأسود في تاريخ الأمة العربية، 5 يونيو عام 1967، ذكرى الهزيمة أو النكسة كما كان يطلق عليها في بعض الأيام. هذه المناسبة سنوية يحرص عليها الإسرائيليون، وفي المقابل الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة الكبرى وهي خسارة الضفة الغربية وخسارة القدس الشرقية في يوم واحد. الإسرائيليون يرفعون الأعلام احتفالا بهذه الذكرى، كل يعني بشكل أو بآخر، لكن على الأقل نسبة المشاهدين الأكبر بنسبة لقناتنا هم يشاركوننا في أنه يوم من الأيام التي لا ينساها الضمير العربي والإنساني في الأمة العربية، يوم ذكرى نكسة عام 1967 أو هزيمة 67. هكذا يحتفل بها الإسرائيليون في مسيرة الأعلام السنوية التي تمر بهذه الطريقة في احتفال سنوي استفزازي للفلسطينيين في القدس والفلسطينيين في كل قطاع الضفة وقطاع غزة بهذا الشكل، لكنه احتفال اعتيادي سنوي في هذا اليوم الذي يحتفل فيه الإسرائيليون في هذه المسيرة رفع الأعلام البيضاء، يرتدون أعلام بهذه الطريقة. ميدانيا تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، حيث استهدفت بضربات جوية وقصف مدفعي وسط القطاع، وارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي إلى 36,586 منذ 7 أكتوبر وفق ما أفادت به السلطات الصحية في القطاع. أذكر بالعاجل، قبل قليل وزير الحرب الإسرائيلي يعلن أن أي مفاوضات مع حماس لا تعني وقف إطلاق النار، وقال أنه أي مفاوضات مع حماس ستكون تحت ظل الحرب المستمرة على غزة. وبالتالي هنا أسئلة كثيرة جدا، هل وزير الحرب الإسرائيلي يطلق رصاصة الرحمة على المقترح الأمريكي بهذه الطريقة؟ لأنه لا حماس هتقبل ولا أي طرف آخر سيقبل أنه الحرب تستمر على غزة، في نفس الوقت يكون هناك مفاوضات. سأناقش هذا الأمر على الجانبين،
الجانب الأمريكي والجانب الفلسطيني من رام الله، مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، الأستاذ عبد الفتاح دولة. أستاذ عبد الفتاح أهلا بك. من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي. أستاذ طارق أهلا بك. سأبدأ معك أستاذ طارق، وهنا سنقرأ ما يمكن أن يتمخض من مواقف أمريكية. ما الذي يمكن أن يتصرف به الأمريكيون وهم يسمعون وزير الحرب الإسرائيلي يعلن هذه التصريحات التي تتناقض تماما بل تقضي بالكلية على المقترح الأمريكي بأن يكون هناك مفاوضات أو تبادل رهائن أو محتجزين أو غيرها؟ تحية لك أستاذ محمود أولا ولضيفك الكريم من رام الله. يعني أعتقد أنه الموقف الأمريكي ما زال ثابتا، وهو لا شك أنه يشعر بالإحباط من مثل هذه التصريحات، سواء من وزير الحرب أو من نتنياهو، الذي يعني ينظرون إليه على أنه يتعامل بوجهين، وجه متشدد يرضي الحكومة الائتلافية المتشددة اليمينية، ووجه آخر ربما أكثر ليونة وأكثر اعتدالا، وهو ما يتحدث به مع أعضاء حكومة الحرب مثل بيني غانس وغيره. وبالتالي هم لا يزال الموقف الأمريكي متمسكا بمحاولة يعني الضغط أكثر على الحكومة الإسرائيلية ومخاطبة الشعب الإسرائيلي نفسه بأنه لا مخرج من غزة بهذه السياسة الإسرائيلية. ولهذا لم يكن غريبا أن يرسل الأمريكيون يعني خلال الأيام الحالية ويليام بيرز مدير الاستخبارات الأمريكية إلى الدوحة، وفي نفس الوقت يرسلوا بريت ماكجورك منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط إلى القاهرة. وهذا يعني أنه ما زالت هناك رهانات أمريكية على إمكانية تحقيق الانفراج المطلوبة، لكنهم طبعا يريدون الضغط على حماس وأن توافق حماس حتى يكون الضغط أكثر على الجانب الإسرائيلي، وأنه سيكون في هذه الحالة تحت ضغط كبير، ضغط من جانب الولايات المتحدة وهي السند الأكبر لإسرائيل، ثم الضغط الدولي ممثلا في الأمم المتحدة. وكان هناك لقاء بين بلينكين وغوتيريش خلال يوم أمس، وأثنى بلينكين في لحظة يعني فارقة بغوتيريش وبأنه يعني دعم علنيا هذا الموقف. وكما هو معلوم هناك ضغط أمريكي من أجل أيضا إقرار قرار من مجلس الأمن الدولي يؤكد على ضرورة استجابة الأطراف لهذه هذا الطرح الأمريكي. هذه هي الرهانات الأمريكية، لكن لا طبعا لا أحد يضمن ما هي النتيجة. لا شك أن هذا التصريح الإسرائيلي يجعل حماس أيضا متشددة، لأنها في الواقع غير مطمئنة، لأنه الضمانات الأمريكية سوف تعني أي شيء بالنسبة لإمكانية تحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة. أستاذ عبد الفتاح، في اعتقادك، ونحن نقرأ فقط توقعات يعني في إطار التحليل، ليست لدينا تصريحات من حماس سوى ما قاله أسامة حمدان بالأمس بأنه لا دخول في أي مفاوضات أو حوار أو شيء ما لم يتوقف العدوان على غزة، أما وأن وزير الحرب الإسرائيلي قد صرح تصريحه الخطير قبل دقائق من الآن، يعني لن يكون هناك وقف لأي حرب ولا لأي هجوم، وأي مفاوضات تستمر لكن الحرب مستمرة، في اعتقادك ما الذي يمكن أن نتوقعه من ردة فعل على حماس حتى لو مورس عليها ضغط؟ يعني التحية لك بداية ولضيفك الكريم أستاذ طارق الشامي للمشاهدين الكرام. حقيقة ما تحدث به وزير الجيش هو نفس ما تحدث به نتنياهو قبل يومين، هو قال نحن جاهزون لهدنة لتهدئة 42 يوم، لكن هذا معناه وقفا للعمليات المؤقت وليس وقفا للحرب، على الرغم أن نتنياهو هو صاحب المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك هذا المقترح غريب عجيب، وكأن هناك شيئا هلامي غير مفهوم. أمريكا تقدم اقتراح تقدم به نتنياهو، بينما نتنياهو لا يريد أن يعلن صراحة أنه يتبنى هذا الاتفاق، هذا الاتفاق الذي يعني يشابه تقريبا إلى حد بعيد الاقتراح الذي تقدم به الأشقاء في مصر قبل عملية الهجوم على رفح حتى نتدارك هذه العملية ونتائجها، قبلت به حماس ورفضته ورفضوا نتنياهو، بل نسفوا نتنياهو. لربما أراد أمريكا أن تعطي مساحة إضافية لنتنياهو، وهي أن يهجم على رفح، وبالتالي يظهر بصورة أنه تمكن من تحقيق كل أهدافه بالسيطرة الكاملة على رفح. وعلى الرغم من ذلك
يأتي الموقف الإسرائيلي في خلاف الرغبة الأمريكية، وهذا يقودنا إلى مدى جدية أمريكا في تطبيق هذا الاتفاق. ونحن ندرك تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على إنفاذ هذا الاتفاق وهذه المقترحات إن كانت فعلا جادة في ذلك، وبالتالي هناك شيء غير مفهوم في هذه المواقف الجماعية. لكن نعم، الاحتلال يريد أن يفاوض حماس تحت النار، والمفاوضات إجمالا كلها تمت تحت النار، لكن تتوقع حماس لن تقبل بهذا الوضع؟ يعني حماس أعلنت صراحة أنها لن تقبل، لكن نحن أمام معضلة كبيرة، نحن أمام دم فلسطيني يسفك، ومن الواضح أن الاحتلال يستخدم ورقة الشعب الفلسطيني والضغط على حماس ليس من خلال حماس، يعني هو يضغط على حماس من خلال المجازر الدامية التي تتم لحظة بلحظة في قطاع غزة وفي رفح وفي كل مكان من القطاع، والشعب سيدفع ثمنا كبيرا نتيجة مواقف نتنياهو أو عدم التقدم في هذا الاتفاق المطروح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ طارق، هل تشعر يعني هنا في تشكيك، وأنا أنقل لك رؤية الشرق، رؤية العالم العربي، وأنت هناك في واشنطن الآن أدرى بما يعني في واشنطن، هنا في تشكيك في الموقف الأمريكي، يعني كلما فعل شيء ظهر منه النقيض، يعني بالأمس بيقدم مقترح في نفس الوقت بيوافق على صفقة، ودائما أنا أكرر هذا السؤال على طائرات F-35، وبالتالي هنا أسألك هل فعلا هناك نية حقيقية للضغط على إسرائيل هذه المرة في ظل ما يكتب، حتى أنا أناقش ما يكتب أن الأمريكان لديهم نية حقيقية للضغط على نتنياهو؟ يعني في الحقيقة هذا يعني صحيح تشعر به الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي، يعني الرئيس الحالي جو بايدن هو بالتأكيد يتعرض لانتقادات كثيرة من اليمين ومن اليسار، بس ولكن هناك اختلاف طبعا في طبيعة الانتقاد، لكن هناك يعني حتى الصحف الأمريكية كثيرا ما أظهرت هذا التناقض في المواقف الأمريكية من أنها يعني في العلن تبدي استيائها وامتعاضها من سياسة نتنياهو التي تماطل وتحاول يعني إمداد الحرب، إطالة أمد الحرب إلى أطول فترة ممكنة، وهو ما صرح به أيضا الرئيس بايدن في حديثه الأخير لمجلة تايم الأمريكية. لكن في نفس الوقت الإدارة الأمريكية حينما تقول أنها تهدد بفرض عقوبات وأنها سوف توقف شحنات الذخيرة التي تؤدي إلى مقتل عدد كبير من الفلسطينيين، هي بالفعل لا تفعل سوى القليل، وأن أداءها مناقض لتصريحاتها. لكن في نهاية المطاف هذا ربما يعود وفقا للتحليلات الموجودة هنا في واشنطن إلى أن الإدارة الأمريكية تريد أن تبقي يدها قوية من على إسرائيل، وأنها يمكن أن تمارس الضغط من خلال يعني عدم إغضاب الحكومة الإسرائيلية وإظهارها بأنها متخاذلة. طبعا هناك ضغوط داخلية في الولايات المتحدة وهذا معلوم للجميع، لكن في النهاية إدارة بايدن في حقيقة الأمر هي تريد إنهاء هذه الحرب بأسرع وقت، لأنه القاعدة الديمقراطية التي تنتخب بايدن منقسمة فيما يتعلق بمسألة دعم إسرائيل المستمر. هذا صحيح أنه أحد الفروع التي تؤدي إلى يعني انخفاض شعبية بايدن، لكنه مهم في الولايات المترجحة حتى ولو كانت النسبة هي 10,000 صوت. هذا ما يريده بايدن، وهو متراجع كثيرا وسوف يخسر بالتأكيد الانتخابات إذا استمرت هذه الحرب. في استراتيجية أن ربما نتنياهو هو إطالة أمد الحرب ومحاولة استمرارها حتى تحصل الانتخابات الأمريكية، وحينها ربما يكون هناك موقف مختلف من جانب الإدارة الجديدة في بداية العام المقبل. لكن لا شك أنه هذا الأمر ما زال مستمر ولا توجد نهاية له، ولا توجد أوراق ضغط قوية لدى الإدارة الأمريكية حتى الآن بالرغم من كل الخسائر الداخلية والخارجية على سمعة الولايات المتحدة. أشير لبعض العواجل الحقيقة لأنها مهمة جدا، ونحن نتحدث عن الجليل الغربي الآن في إسرائيل، هناك إصابة لعشرة إسرائيليين في انفجار سيارة في الجليل، انفجار مسيرة في الجليل الغربي، وبالتالي نحن نتحدث عن هذا المحور الذي تحدثنا عنه كثيرا في شمال إسرائيل جنوب لبنان، وبالتالي وهناك أيضا كانت زيارة لنتنياهو وتصريحات أيضا ل
سموتريتش وبن غفير الذين يطالبان أو يضغطان بشكل أو بآخر على الحكومة لإشعال هذا المحور. نتنياهو اليوم كان يصرح بأنهم جاهزون وعلى أتم الاستعداد لتوجيه عملية عسكرية مركزة في الجنوب اللبناني أو على الحدود ما بين لبنان وما بين إسرائيل، وبالتالي سنوافيكم بالتفاصيل فور توفر معلومات أكثر عن هذه الحادثة. أستاذ فتاح، أعود إليك مرة أخرى، وإلى أي حد يمكن توقع أنه في الأول والآخر هذا وزير جيش، يعني مش رئيس وزراء، ليس صاحب سلطة كبيرة، سلطة في يد نتنياهو، وإن أراد نتنياهو سيرضخ له وزير الدفاع. هل نأخذ هذا التصريح على محمل الجد، أو أنه ربما تبادل أدوار بشكل أو بآخر، والذين في الدوحة الآن يجتمعون ربما نصل في نهاية هذا اليوم أو غدا إلى إجابات معينة؟ لا، هو في تبادل الأدوار والمناكفات الداخلية. يعني من قرأ خطاب السيد بايدن الذي أعلن فيه عن الاتفاق، هو كان يتحدث عن اتفاق ولم يكن يتحدث عن مقترح، وتحديدا عندما قال أن هذا المخطط تقدم به نتنياهو، بالتالي ضمنيا يفهم أن نتنياهو وافق بشكل صريح على هذا المقترح. أما وأنه قريب من المقترح السابق الذي وافقت عليه حماس، فكذلك لربما يكون الموقف إيجابي من حماس، هم يريدون ضغطا إضافيا على حماس، لكن نتنياهو سيحسب على صعيده الشخصي إلى أي مدى سيخدم ذلك أو يؤثر عليه. إن شعر نتنياهو أن هذا الاتفاق سيؤثر على مستقبله السياسي، نعم سيجد الطرق الكثيرة التي ينسب فيها هذا الاتفاق مرة أخرى، وهنا يكون الدور على الولايات المتحدة الأمريكية. ثم أن من المهم أن لا تتأثر حماس بالموقف الإيراني، وقد استمعنا قبل يومين لخطاب المرشد الإيراني والذي أعلن بصراحة أنه ضد الاتفاق ووقف النار في قطاع غزة، وكأن الأمر يعني أمر دم الشعب الفلسطيني سهلا عليهم، وبالتالي نتمنى أن لا يتأثر الموقف بهذا الموقف الإيراني التي يبدو أنها شعرت أن حماس قدمت موافقة وإن كانت مبدئية على هذا المقترح دون إذن منها، يعني لربما هكذا يفهم الأمر، لكن المصلحة تقول نعم نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار والانسحاب نعم من قطاع غزة وإعادة إغاثة القطاع، لكن من المهم أيضا أن ننتبه أن لا يكون هذا الحل مجتزأ ويتعلق في قضية ما، وإنما يكون مقدمة لمسار سياسي ينهي كل الاحتلال والعدوان عن غزة وكذلك عن الضفة والقدس، وينتهي بالدولة الفلسطينية التي ينادي بها العالم اليوم. أشير لتصريح أيضا لإسماعيل هنية، حماس ستتعامل مع أي اتفاق يرتكز على وقف كامل للحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة بجدية وإيجابية، تصريح وكأنه يرد على تصريح قبل قليل لوزير الجيش الإسرائيلي وهو يتحدث على أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو الحرب على غزة، وأي مفاوضات ستبقى أو ستحدث والحرب مستمرة. يرد بعد قليل مباشرة إسماعيل هنية ويقول أنه حماس تتعامل مع أي اتفاق بشرط أن يكون هناك وقف كامل للحرب على غزة. مواقف، هذا رد حماس وهذا رد إسرائيل، والمشاهد يستطيع أن يعرف النتيجة بأنه لا توافق من الطرفين طالما أن وزير الجيش الإسرائيلي أعلن بأنه لن يكون هناك وقف لهذا العدوان. أنا بشكر ضيوفي أستاذ عبد الفتاح دولة وأيضا الأستاذ طارق الشامي، شكرا جزيلا لكم. بعد الفاصل إلى عنوان جديد، وفيه واشنطن تصدر تحذيرا لرعاياها في لبنان عقب الهجوم على السفارة الأمريكية، والأمن اللبناني يشن حملة مداهمة. طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها
تدفع ثمن كل ذلك. خلف عناوين الأخبار الكبيرة، انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل. أحداث صامتة، غائبة أو مغيبة، مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. خلال لقاء مع الحدث، أعرب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي عن استغرابه من اجتياز مهاجم السفارة الأمريكية عدة حواجز قبل إقدامه على إطلاق النار، كما أكد أن المهاجم نقل متفجرات من قرية مجد العنجر في البقاع شرق البلاد إلى منطقة عوكر مقر السفارة الأمريكية. تعلمون أن السفارة الأمريكية في عوكر محاطة عدة حواجز الجيش اللبناني، ويجب أن يقطع من يجتاز هذه الحواجز إلى للتفتيش، هذا فإن وصوله إن وصول هذا الجاني هذا المجرم إلى هذا المكان هو بالفعل أمر مستغرب، وهو بالفعل أمر تحقيق. هذا الشخص لم يكن في منطقة عوكر، أنتم تعرفون هذا الشخص أتى من منطقة مجد العنجر. أنتم تعرفون أن منطقة مجد العنجر هي منطقة لبنانية، إنما هي الأقرب على الحدود السورية. أنتم تعرفون أن هذا الشخص هو سوري، والأجهزة الأمنية والاستخبارية اللبنانية تلاحق بشكل دائم داخل المخيمات السورية. إثر الهجوم المسلح على مقر السفارة الأمريكية في لبنان، شن الجيش اللبناني حملة مداهمات بعد تطويقه لبلدة مجد العنجر في البقاع، للاشتباه بأن المهاجم السوري الجنسية قيس فراج كان يقيم في المنطقة. وأفاد مراسل الحدث بتوقيف عدد من اللبنانيين والسوريين كانوا على علاقة بالمهاجم الذي أتى من البقاع إلى بيروت لتنفيذ هذه العملية، كما أفاد بأن أمن الدولة في البقاع أوقف شقيق مطلق النار، وأوقف شيخا سوريا جنسية يقيم في بلدة سويري. وكالة أسوشيتد بريس ذكرت من جانبها أن الجيش اللبناني احتجز أقارب المشتبه به، لكنهم لم يعثروا على مسلحين آخرين أو أدلة على خلية متطرفة محتملة. وقال مسؤول أمني لبناني ومسؤولان قضائيان مطلعان على القضية إن المسلح كان على ما يبدو مهاجما منفردا. وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر قضائي أن مطلق النار على السفارة الأمريكية في بيروت قال إنه فعل ذلك نصرة لغزة. وكانت مصادر لبنانية أمنية أشارت إلى أن المسلح ينتمي إلى داعش نظرا لشعار التنظيم الذي كان مطبوعا على ثيابه. وأصيب المشتبه بأربع رصاصات قبل القبض عليه ونقله إلى المستشفى العسكري في بيروت حيث خضع لجراحة. السفارة الأمريكية في بيروت طلبت من رعاياها عدم التوجه إلى الحدود اللبنانية مع إسرائيل وسوريا، وعدم الاقتراب من مخيمات اللاجئين في مناطق لبنان. السفارة الأمريكية طالبت أيضا من رعاياها التسجيل في تطبيق إرشادات السفر لتلقي التنبيهات من موقعها الرسمي. وكانت السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت أن إطلاق نار من أسلحة خفيفة وقع صباحا قرب مدخل مقرها، وأضافت أن السلطات الأمنية اللبنانية وفريق السفارة الأمني سيطروا على الوضع وأن جميع العاملين في السفارة بخير. كما أشار البيان إلى أن التحقيقات جارية بالتعاون مع السلطات اللبنانية لمعرفة ملابسات الحادث. ضرب الرصاص
إثر محاولة أو الهجوم على مقر السفارة الأمريكية قام الجيش اللبناني بحملة مداهمات. معي من البقاع محمود شكر مراسلنا هناك يعطينا تفاصيل أكثر عن هذه الحملة التي قام بها الجيش اللبناني. إليك محمود تفضل. نعم تستمر المداهمات على الأرض وتحديدا طبعا هناك مشكلة في التواصل، لكن هذه صور من كاميرات المصور المرافق مع محمود شكر. الحقيقة الجيش اللبناني قام بحملة مداهمات في المنطقة بلدة مجد العنجر في البقاع للاشتباه والبحث عن علاقات للمشتبه به السوري الجنسية. تم توقيف شقيقه وأيضا توقيف كل من له علاقة بالمشتبه به للوصول إلى معي محمود تسمعني؟ هذه صور مباشرة لما يقوم به الجيش. نعم فضل معك فضل. أنا على الهواء مباشرة، لا أدري إذا كان فضل. فضل. نعم كما نشاهد حواجز الجيش اللبناني الثابتة والمتحركة عند مدخل بلدة مجد العنجر على كتف الصويري. التوقيفات حتى هذه الساعة هي فاقت 10، أغلبهم من السوريين، إضافة إلى المداهمات المستمرة تقوم بها مديرية المخابرات. هنا كما نشاهد هذا حاجز تابع لفوج التدخل السادس المنتشر في منطقة البقاع، والذي يعتبر من القوات الخاصة في المنطقة. هو النقطة هنا عند كتف بلدة مجد العنجر، بالمقرب الآخر بالقرب منا هنالك قوة تعتبر القوة الضاربة من مخابرات الجيش اللبناني في البقاع، هي تقوم أيضا مع كل ساعة بعمليات الدخول إلى البلدات والقرى. كما نشاهد الجيش اللبناني يقوم بالتفتيش الدقيق لكافة السيارات وأيضا الحافلات التي إن كان مواطنين لبنانيين أو سوريين. في هنا هذه نقطة ارتكاز أساسية لانتقال العسكر إلى الداخل، حيث ينفذ الجيش المداهمات إن كان في داخل هذه البلدة إلى الصويري، إلى أيضا مفرق درزنون، إلى جبجنين، إلى الروضة. المعلومات الأولية تتحدث فوق 10 كما أشرت معك، بالإضافة أيضا إلى إمام وخطيب لإحدى المساجد هنا في المنطقة. ماذا فعل الجيش؟ الجيش استحصل على التليفون الخاص بمطلق النار، ثم قام بعد ذلك بعمليات استدراج لكل الاتصالات التي كان يقوم بها. وزير الداخلية اللبنانية منذ بعض الوقت يقول للعربية وللحدث إلى أن المسلح خرج من هذه المنطقة مع سلاحه وأيضا مع ذخيرته، وتنقل إلى العاصمة واجتاز عدد كبير من الحواجز. كما نشاهد هذه الحواجز الثابتة وأيضا المتحركة للقوات العسكرية للجيش اللبناني، تقوم بالتفتيش الدقيق لكل السيارات كما تنفذ مداهمات داخل البلدات. كان هنالك جو من الواقع الاجتماعي في بلدة مجد العنجر. نعم محمود، يعني محمود شكر متواجد في مجد العنجر في البقاع، حيث كان يتواجد الشخص الذي أطلق النار على السفارة الأمريكية في بيروت، وهو أصيب طبعا بأربع رصاصات وخضع لعملية جراحية، يعني هو في يد القوات الأمنية. كان مراسلنا محمود شكر يقول أنه تم تفريغ كل المحتوى على هاتفه النقال والوصول إلى كل من له صلة أو هكذا يعتقدون. هناك 10 من المشتبهين تم توقيفهم. هذه صور مباشرة طبعا، تسمعني محمود؟ نعم، هي قوة كبيرة كما أشرت معك من فوج التدخل السادس الذي هو ينفذ هذه المداهمات. هي إحدى الحواجز الأساسية في المنطقة. كما شاهدت معي هو أكثر من 20 آلية على الأرض في جهوزية عسكرية تامة. قامت هذه العناصر بالدخول إلى البلدات، هي تقوم بعمليات انتقال من هنا إلى الداخل. هذه هي نقطة طريق المصنع الدولية على الحدود اللبنانية السورية. الجيش بالإضافة مع المخابرات يقوم بعمليات دخول إلى داخل البلدات
بلدات هنا في المنطقة، ينفذ مجد العنجر أكثر من 5 إلى 6 منازل قام بالدخول إليها، وأيضا قام باقتياد عدد كبير من الأشخاص من داخل البلدة، بالإضافة كما أشرت معك إلى أنه دخل إلى عدد من البلدات في المنطقة، من الصويري إلى مفرق درزنون إلى جب جنين إلى أيضا الروضة. الانتشار العسكري على هبته، مئات من العسكريين إذا صح التعبير الذين ينفذون هذه العملية إن كان في هذه المنطقة أو في البلدات الأخرى، بالاشتراك مع مديرية مخابرات الجيش اللبناني، وبالإضافة أيضا مع أمن الدولة، جهاز أمن الدولة في البقاع هو نفذ أيضا مداهمة إلى داخل الطرف الذي هو في المقابل، وأوقف شقيق مطلق النار، نقله إلى مدينة زحلي، ثم بعد ذلك سلمه إلى الجيش اللبناني. إذا ذهبنا إلى هنا إلى مدخل البلدة، هذه هي مدخل البلدة هنا في مجد العنجر، حيث الآليات العسكرية أو الدوريات تدخل وتخرج، تنفذ المداهمات عبر جمع المعلومات التي معها. كما شاهدت معي هو حاجز كبير أكثر من حوالي 200 متر، بالإضافة لا. أيضا إلى مخابرات الجيش وتحديدا التقصي الذي هو يرابط على أول المدخل المصنع. هنا وحدات وسرايا تابعة لفوج التدخل السادس في المنطقة تداهم من هذه البقعة إلى الداخل، إلى الصويري، إلى جب جنين، إلى مفرق درزنون، إلى منطقة أيضا الروضة. المعلومات الأولية تتحدث عن أكثر من 10 من الموقفين، جلهم من التبعية السورية، وأيضا قام الجيش بمصادرة عدد كبير من الأسلحة الفردية. وزير الداخلية كما أشرت معك يقول إلى أن المسلح نجح باجتياز عدد كبير من الحواجز ووصل إلى العاصمة بيروت مع كامل عتاده العسكري بسلاح كلاشينكوف، بالإضافة أيضا إلى بعض القنابل والذخيرة التي حملها. لذلك المداهمات هي ستكون على قدم وساق، بدأت مع ساعات الصباح وستستمر إلى ساعات الليل المتقدمة بحسب المصادر العسكرية. من بلدة مجد العنجر في البقاع مراسلنا محمود شكر. محمود شكرا جزيلا لك. توعدت إيران إسرائيل بالرد على مقتل مستشار عسكري إيراني في قصف في ريف حلب الشمالي في سوريا هذا الأسبوع، ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي قوله إنه على إسرائيل انتظار الرد على مقتل المستشار العسكري سعيد أبياري. وذكرت الوكالة أن أبياري قتل أثناء أدائه مهمة استشارية في سوريا، وكان المرصد السوري ذكر أن القصف الإسرائيلي الذي وقع مساء الأحد في ريف حلب أودى بحياة 17 شخصا هم إيرانيان وثلاثة من حزب الله اللبناني وثلاثة عراقيين وتسعة سوريين. أعلن الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي مشاركته في الانتخابات إذا تحقق اقتراح جبهة الإصلاح، وقال خاتمي إنه يجب على المرشح اتخاذ خطوات لرفع العقوبات المفروضة على طهران والحصول على التسهيلات الدولية للتنمية الشاملة. كما أعرب خاتمي عن أمله في تفهم القائمين على الانتخابات في هذا الظرف الحساس، تمكين التيارات والشرائح المختلفة من الترشح. وأكد خاتمي على أنه يجب أن يكون مرشح جبهة الإصلاح ملتزم بالإصلاح وأن يسعى إليه في المجالات الهيكلية والمنهجية، ومشيرا في السياق إلى أن البلاد لا تزال بعيدة عن التوصل إلى انتخابات مثالية على حد تعبيره. بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه: روسيا تعد بوساطة فاعلة مع القوى الليبية، ولافروف يدعو الدول الإفريقية لتعزيز التعاون. في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم
بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. رحلة فريدة في أعماق الواقع الذي يتشكل يومياً أمام أعيننا. محاولة جادة صادقة لسبر أغوار الحقائق التي لا تتأتى فرادى ولا تنشأ من عدم، بمنأى عن سابقات تمهد لها ولاحقات تتفرع عنها. تتداخل الوقائع، تتشابك الحقائق لتنسج من أدق خيوطها تفاصيل الحدث. استوديو الحدث يوميا التاسع صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد موسكو لتوظيف اتصالاتها وعلاقاتها مع القوى الليبية المختلفة لحل الأزمة في البلاد. وأكد لافروف دعم موسكو لمبادرة رئيس جمهورية الكونغو للتحضير لمؤتمر وطني حقيقي في ليبيا. وكشف الوزير الروسي أن الهدف الرئيسي هو التأكيد من أن استعداد جميع القوى السياسية في ليبيا لوضع نهج مشترك لاستعادة الدولة، وموضحا أن الجهود الروسية تهدف لإقناع القوى الليبية بالمشاركة في المؤتمر الوطني الذي تأجل عقده لوقت غير معلوم. موضوع روسي آخر، لكن هذه المرة ليس في ليبيا فقط وإنما إفريقيا بشكل كامل. إلى أي حد يمكن أن ينجح الروس في ملء هذا الفراغ الذي نتج عن خروج الأوروبيين فرنسا وغيرها من إفريقيا؟ وتحديدا هذه المرة الروس يبدأون من غينيا كوناكري. بعث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف برسالة مفادها أن موسكو تمضي نحو استثمار الفراغ الغربي في إفريقيا، أي ملء هذا الفراغ. غينيا كوناكري المحطة الأولى ضمن جولة لافروف الإفريقية، أكد منها سعي موسكو لتعزيز نفوذه في القارة خصوصا بعد تدهور علاقاتها مع الدول الغربية. وأعلنت روسيا تشكيل فيلق لإفريقيا عسكري مطلع عام 2024 ليكون بديلا عن مجموعة فاغنر الروسية الخاصة. يعكس هذا سعي روسيا لتوسيع نفوذها العسكري في إفريقيا ومنحه شرعية الوجود الرسمي والعلني في مواجهة الحضور الأوروبي والأمريكي. كما توزع الفيلق بين 5 دول إفريقية هي ليبيا، بوركينا فاسو ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والنيجر. ويرى خبراء أن جولة لافروف تأتي في إطار مساعي موسكو لتعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة وكسب علاقات جديدة في المنطقة والتحضير للقمة الروسية الإفريقية المقبلة. كما أن الخطوة تأتي ضمن الموقف الروسي لتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة في منطقة الساحل الإفريقي. ويرى مراقبون أن روسيا تبحث عن مستعمرات جديدة للحصول على الموارد من القارة من الذهب واليورانيوم والفوسفات والنفط وغيرها. هذا سيساعدها في تخفيف تداعيات الحرب على أوكرانيا، معتبرين في السياق ذاته أن الدول الإفريقية تنظر إلى روسيا على أنها شريك محتمل لتحقيق مصالح معينة والتخلص من الحصار الغربي. تواجد مهم من حق روسيا أن تسعى، ولكن إلى أي حد يمكن أن يقبل الأفارقة بالوجود الروسي؟ وإلى أي حد يمكن أن يسمح الأمريكيون بهذا الحضور يعني الروسي في القارة السوداء؟ نقش هذا الموضوع مع ضيفي من موسكو الدبلوماسي السابق الروسي السيد فاتزلاف ماتوزوف. سيد ماتوزوف أهلا بك. هنا سؤال، يعني إلى أي حد يمكن، مساء الخير، أهلا بحضرتك، إلى أي حد يمكن أن ينجح الروس في ملء هذا الفراغ الذي نتج عن انسحاب الفرنسيين وأيضا قلة تواجد الأمريكيين وغيرهم؟
يعني لا شك أن هذا الفراغ في أفريقيا ليست فراغ، وهذا نتيجة ليست الخروج الدول الغربية أمريكا وفرنسا قبل كل شيء من قارة الأفريقية من بعض الدول، أما هذا إخراجهم، لأن هذا الدول الأفريقية سكروا قواعد عسكرية أمريكية في بعض الدول في شريط الساحلي حزام الساحلي أفريقي بين مالي وصومالي. ولذلك روسيا تدخل إلى هذا المنطقة ليست لغزو منطقة، ليست لاقتراحات التعاون الاقتصادي، أما لدعم السياسة الداخلية والخارجية لتلك الدول لمساعدة استقرار في هذا المنطقة. وطبعا إخراج من قواعد أمريكية في بعض دول أفريقيا ليست نتيجة الضغط الروسي، لأن بعض الدول التي طردوا أمريكان ما كانت حتى علاقات دبلوماسية معهم بين روسيا وتلك الدولة، ولكن هم طلبوا حضور الروسي لمساعدة. هذا هو فرق. نفس الشيء في ليبيا مثلا، هناك منظمات والمؤسسات العديدة الليبية، وروسيا تتمسك بالمبدأ، مبدأ وين؟ مبدأ أن حل القضية الليبية هي في اليد الليبيين قبل كل شيء. أما علاقات روسيا مع المنظمات الليبية بمختلف ألوانها بمختلف ارتباطاتها، ولكن روسيا تترك هذا الحل لليبيين ولجامعة الدول العربية وباتحاد الأوروبي وأفريقي الذي هو صاحب القرار. الدول المنطقة هم يقرروا مصير نهاية المطاف تحت الغطاء الأمم المتحدة. ليست روسيا مستعدة لاقتراح أي خطوات الملموسة لحل الأزمة. هذا يجب أن تنبثق من الداخل والمبارك من قبل الدول المنطقة، جامعة الدول العربية، دول عربية مختلفة، وكذلك الاتحاد الأفريقي وبعض الدول الأفريقية التي عبدوا استعدادهم لمشاركة في حل القضايا الليبية. نفس الشيء مع دول تشاد وأفريقيا الوسطى و نعم سيد فتزلف. أعرف والله أن الموضوع يحتاج نقاش أوسع وأكثر عمقا، لكن أنا بعتذر شخصيا لك لأن الوقت ضيق جدا علي، فاسمح لي أن نعوض هذا النقاش في وقت آخر. بنشكر حضورك معنا سيد فتزلف ماتوزوف الدبلوماسي الكبير في موسكو، شكرا جزيلا. محطتنا الأخيرة في سوق أم درمان، أكبر وأقدم أسواق السودان، مكان مدمر بفعل الحرب، 80% من بنيته التحتية مدمرة. نتابع. على الطريق المؤدي إلى سوق أم درمان ستشعر برهبة أثناء التجول في هذا المكان الذي تحول بفعل الحرب إلى دمار وذكرى أليمة. من كان يصدق أن 80% من البنية التحتية لهذا السوق تحول إلى حطام بفعل الحرب؟ مئات الآلاف من التجار فقدوا مصادر دخلهم بعد أن نهبت وفقدت وأتلفت البضائع بشكل تام. هنا أكثر المناطق التي كانت تضج بالحياة، حركة تجارية لم تتوقف منذ نحو 100 عام، هو أكبر أسواق البلاد وكان مقصداً للسودانيين في كل شيء وأي شيء. يبدو واضحاً أن أعنف المعارك بين الجيش والدعم السريع دارت هنا ليتحول هذا السوق والمعلم التاريخي البارز إلى مكان موحش. انتهت المعارك هنا، وقد يراود الأمل المرتبطين بهذا المكان بأن يعيدوا إلى تاريخه وإرثه حياة جديدة ولو بعد حين.
لينا يعقوب الحدث أم درمان. سأعود وألتقي بكم بعد استراحة قصيرة من الآن.